سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. حلقتنا النهاردة بعنوان الإله في أقوال محمد وأذهان المسلمين. أحاديث محمد عن إله الإسلام بترسم صورة لإله غير متفق مع ذاته، متغير الأفكار والطباع دائما، إله عنده ردود أفعال. ومن الغريب أن الواحد يقول أنه هناك إله عنده ردود أفعال أحيانا بتكون واضحة وقوية، وأحيانا تتعارض مع أقواله عن نفسه في القرآن مثلا، وأحيانا أخرى بتثبت للمستمع الكلام اللي بيطلع من محمد، والمفروض أنه هو عن فم هذا الإله بتثبت عدم فهمه للإنسان وانفصاله عنه تماما. إزاي ده بيأثر على مفهوم المسلمين للعلاقة بالله؟ أنا كمسلمة سابقة ده كان شيء بيلخبطني جدا عن صورة الله. ففي صورة في ذهني لله المتكبر الجبار، وفي صورة للرحمن الرحيم، وفي صورة للمنتقم بيقول ان الكل هيدخل النار، وفي صورة اللي بيقول لك لا تيأس من رحمتي، وهكذا. في صور مختلفة لا تتفق مع بعضها. كتير اتكلمنا عن صفات إله الإسلام في حلقات كتيرة على برنامج المرأة المسلمة، لكن الله لا يمكن يكون في صفات تتناقض مع بعضها، أو يكون فيها صفات شر، أو لا يعطي أمان اللي هو بيقول لهم اتبعوني، مش كده؟ فده بيأثر على فهم المسلمين لشخص الله أو من يدعي إنه الله في القرآن. هنبحث في الموضوع ده بعد شوية في قلب الحلقة، لكن دلوقتي تعالوا نروح لخبر الأسبوع عشان نتابع بعض الأخبار الهامة اللي أنا حابة إن احنا نرجع نشوف الأحداث الجارية في أمور اتكلمنا عليها قبل كده، أو أمور جديدة جدت على الساحة. فأول حاجة النهاردة حابة أننا نتكلم عليها هو أننا نتابع الأحداث في المغرب وليبيا. دي صورة من صور الفيضان في ليبيا بعد الكارثتين اللي كانوا في الأسبوع الماضي. يعني ما ينفعش أننا ما نستمرش في الصلاة من أجل الشعب الليبي والشعب المغربي. ما ينفعش ان احنا ما نستمرش يكون عندنا ملاحظات على ايه اللي نقدر نعمله، وايه اللي نقدر نعين به، ايه اللي لازم يتصلح علشان الناس تقدر تعيش. لان قلب الموضوع في الكارثتين دول بشر فقدوا ناس عزاز عليهم، وفقدوا حياة كاملة، وفقدوا مستقبل. يمكن انا ساعات بقعد افكر الناس دي هيبقى عندها اشغال، هيروحوا اشغال ازاي، هيعيشوا ازاي، هياكلوا منين. الكلام ده كله، الكارثتين كانوا كبار جدا. طبعا الكارثه في ليبيا عميقه وكبيره ومؤلمه جدا، والاحداث فيها يعني مستمره. احنا هنستمر في الصلاة من اجلكم للبلدين، متألمين جدا للبلاد دي مرت بيه، من خسارة الارواح الغالية جدا على قلب الرب وعلى كل من فقد عزيز. لكن ايضا نستمر في تشجيع العالم على تقديم المساعدات اللازمة، واننا يعني ننأى بانفسنا اننا ننظر للفواصل السياسية، وانما ننظر الى الاحتياجات الانسانية. في صورة تانية من درنا هنا بتتكلم عن ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين. دي النهاردة على العربية، يعني صورة جوية لساحل درنا، يعني فجأة كل المدن دي بقت على البحر. يعني فبيقول كده في تصريح صادم نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله أنه يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا الإعصار ده 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000. يعني أنا بعتقد أنه لما نقول أعداد الضحايا اللي هم 10,000 الجثث اللي لقوها، وبيتصوروا أنه كمان في مفقودين 100,000، يعني دول كلهم
برضو يعتبروا في عداد الأموات، ولكن الضحايا أعدادهم أكبر كتير. اللي عايشين هم أيضا ضحايا ومحتاجين المساعدة. في صراع داخلي في يعني الفساد اللي بيمنع الإغاثة إنها تدخل، والفساد الحكومي والقوات الداخلية المتصارعة داخل الجيش مثلا، والقمع للناس اللي بتحاول توصل الحالة في ليبيا شكلها إيه. أنا مش فاهمة ليه يعني أما يكون في صحفيين بيتقبض عليهم عشان بيوصلوا الصورة الدمار اللي حاصل. يعني أيوة صحيح في أخطاء إنسانية والسدود كان لازم تبقى مدعمة بشكل أفضل، لكن القصة دلوقتي تعدد ده إلى أننا عندنا ناس لازم نصلي من أجلهم ونهتم باحتياجاتهم. فأنا بصلي أنه الله يتدخل في قلوب الحكام ويعين أهل ليبيا ويغطي كل احتياجاتكم في اسم يسوع. أنتوا على قلوبنا، وإحنا عارفين أنه في عابرين كتير على الأرض في ليبيا، إحنا بنصلي من أجلكم وبرجو أنكم تتواصلوا معنا بقدر الإمكان. عارفة أن الإنترنت مش شغالة ووسائل الاتصال مش شغالة، لكن أتمنى أن أنا أسمع منكم. أوكي؟ تليفون الواتساب دايما مفتوح ليكم أنكم تتصلوا أو تسيبوا رسائل. خلينا نشوف التليفون الموجود على الشاشة، ده هو الواتساب. خلينا ننتقل بقى للمغرب. طبعا اتكلمنا عن المغرب وعمال الناس اللي بتروح بعثات الإنقاذ اللي بتروح عشان تطلع الموتى، يعني أكتر حاجة الإنسان بيبقى عايزها إنه يدفن ابنه أو بنته أو جوزها أو أمه. أو يعني فيديوهات كتيرة موجودة دلوقتي لأمهات واقفين بيقولوا أنا مش هقوم إلا لما يطلعوا لي ابني من تحت ولا جوزي ولا حفيدي. يعني حاجات مؤلمة جدا. نشكر ربنا إنه في حملات من بعثات الإنقاذ موجودة على الأرض ومستمرة، و يعني بيساعدوا الناس الموجودين، وفي مساعدات كتيرة. لكن القصص المأساوية أيضا المؤلمة كتيرة وكبيرة في كل بيت مغربي، سواء فقد ناس أم لا، الكل متألم. كما إن إحنا اللي ما احناش من المغرب ولا حاجة، لكنكم أهلنا وأشقائنا، وإحنا متألمين جدا من أجلكم. مع كل مشاهد المعونة اللي بنشوفها في المغرب، مع أنه يعني الأعداد مش رهيبة زي ما هي في ليبيا، ولكنها أعداد كبيرة جدا، وكل شخص مهم جدا، لكن أيضا في صعوبة في إنقاذ الناس أو في استخراج الجثث. فالأرض وعرة والمشاكل كبيرة والناس محتاجة، بيوت متهدمة، بيوت قايلة للسقوط، في مشاكل كتيرة. لكن في وسط الانشغال بإنقاذ الناس أو باستخراج الجثث أو بإعادة بناء أو بحتى أنهم يعملوا خيم للناس اللي لسه عايشين في العراء دول، نجد مشهد بقى زي اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي. أوكي؟ خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. الناس اليهود أو الأشقاء يعملوا لك، احنا مسلمين. اسمع اخويا، انا رايي انا مغربي، انا مغربي ارفض التطبيع وارفض المعاونه من اسرائيل. انا مغربي ارفض التطبيع، ارفض التطبيع. يقول ايه؟ انا مغربي، انا مسلم، ارفض التطبيع، ارفض المعاونه من اسرائيل. احنا بنرفض الناس اللي جايه من اسرائيل عشان تساعدنا. اوكي؟ فالناس بيقولوا له ده شوية يعني. اللهم اشهد فاني قد بلغت. انا اللهم اشهد فاني قد بلغت، مفيش تطبيع. انا مسلم. فبيقولوا له ليه يا ابني كده يعني بالمصري؟ انا مسلم. ده مشهد كان غريب جدا بالنسبة لي. هذا الشخص مشغول، يعني بدل ما يقول للناس شكرا أين كان. يعني يا جماعة في وقت الكوارث الجنسيات تتلاشى، الوجوه تتلاشى. أنا مش عايزة أبص الأبيض والأسود، أنا عايزة أدي معونة للناس اللي محتاجة. أنا في يعني في الوقت ده هذا الشخص
ملوش أهل تحت ردم في المنطقة اللي هو فيها، مش مقهور على الناس اللي فقدت أهليها اللي محتاجين معونة وبناء وأكل وشرب وتغذية ومستشفيات وإنقاذ وكل ده، كل همه أنا مسلم مش عايز التطبيع مع إسرائيل. عندي أسئلة كثيرة جدا في الموضوع ده. السؤال منين جاب هذا الشخص كراهية شديدة لإسرائيل؟ هفضل أقولها دايما وعدها كتير، إنه 99.9% من الناس اللي بتتكلم على موضوع إسرائيل وفلسطين مش فاهمين الموضوع، مش فاهمين الخناقة على إيه أصلا، ولا هو فاهم هو بيدافع عن إيه. بس الموضوع مش فلسطين، الموضوع إنه دينه بيقوله اكره اليهودي. هو يعلم إنه يكره اليهود أو يكره إسرائيل لأنه مسلم مدعو لذلك بسبب دينه وليس بسبب فهمه. أوكي؟ خليني يعني أنا بصيت النهاردة كده قلت أشوف بعض الآراء عن موضوع عن موضوع وجوب عداوة اليهود. في حاجة اسمها وجوب عداوة اليهود في الإسلام؟ معلش يعني لازم نفكر، لازم نفكر. ما تبقوش متدروشين وانتوش فاهمين، ما يضحكش عليك وانت مش فاهم. انت جايب الكلام ده، الناس اللي جايين يحطوا لقمة في بقك ويشيلوا طوبة من تحت من فوق طفل ولا أب ولا أم ولا مغربي أو مغربية مدفونين تحت الردم وانت ماشي تقول التطبيع، ولا انت فاهم يعني ايه تطبيع أصلا. أوكي؟ الإله الإسلامي يقول لهم إيه؟ الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مش كده؟ أدي آية، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم وإن الله لا يهدي القوم الظالمين، ويحط اليهود والنصارى مع الكفار وهكذا، كل دول كفار. الباز بيقول لك إيه؟ ابن باز يقول دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء. الكراهية لا تبني، الكراهية تهدم فقط. الكراهية تحرمك من أنك تكون إنسان، ترى إنسان أمامك فتتعاطف معاه وتبقى بتتعامل معاه يعني على مستوى واحد من الإنسانية. الإسرائيلي اللي جاي يساعدك جوه بلدك ده بينظر ليك على إنك أخ. هو مش جاي عشان تعمل معاه تطبيع، هو جاي علشان يساعد الإنسان، زي ما حصل كده من الـ 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 من إسرائيل في كل الكوارث اللي حصلت في الشهور اللي فاتت. بس في تركيا كانوا موجودين، في المغرب موجودين، في ليبيا موجودين، هيكونوا موجودين. معرفش بقى، لا معرفش في ليبيا موجودين ولا لا، لكن أنا بس بتوقع. يعني يا أخي روح شيل الناس من تحت الأنقاض وبعدين ابقى اتكلم، اتأكد إنه الناس أهلهم طلعوا وبعدين ابقى اتكلم، قول لهم لو سمحتوا ما تجيبوش إسرائيل بعد كده مثلا. يعني ساعد جيرانك زي ما إسرائيل بتعمل. الناس اللي انت بتقول عليهم كفار وإلهك بيقولك ما تحبهمش وعمالين تقولوا عليهم خنازير، لا ده مش هم بس بقى، ده هم والمسيحيين كمان كله دخل في طاقم الخنازير، بيكتبوا لنا كده انتوا يا خنازير كذا مثلا. هذه الكراهية صادرة عن صوت إله الإسلام في القرآن، هو اللي وضع في قلوبكم ده. إسرائيل بتبعت ناس تساعد جيرانها وانت عمال أهلك تحت التراب وعمال تنعق وتقول أنا لا أوافق على التطبيع. إحنا عندنا بلاد عربية بترفض المساعدة لخلافات سياسية. صلاتي ليكم إن الله يفتح الرب، يعني يفتح الرب أذهانكم وقلوبكم ويخلصكم من شر الإسلام. لكن خليني عشان ما حدش بس يزعل ويقول ان انا متحيزة ضد المغرب ولا اي حاجة، لا انا بوري صورة واحدة لشخص بيتصرف بفكر اسلامي شاذ. الفكر الاسلامي شاذ وده لبسه،
بس أخليني أوريكم صورة للإنسانية الحقيقية. وكرم أهل المغرب حتى في الظروف اللي هم عايشينها دي. يعني الفيديو اللي جاي ده بكاني. شوفوا الأول خليني أوريكم السلايد اللي جاي ده. أحد البعثات بتاعت الإغاثة. أدهم أبو سليمة بيقول كده: ما حدث معنا أمس شيء عجيب جدا. ذهبنا لقرية دمر زلزال المغرب جزء منها وتصدعت باقي البيوت. ناسها بيسكنوا على واحدة من أعلى قمم الجبال في أفريقيا. يعني مكان صعب جدا. وصعب كمان إمداده بالأكل والشرب يعني. والناس دي رايحين يساعدوا. بعد ساعتين ونص في السيارة صعودا للقمة كنا أول مؤسسة تقريبا تصل تلك القرية البعيدة. فإذ بنا نتفاجأ بطريقة استقبال أهلنا لنا. طعام الكسكس المغربي الشهير معرفش الآتي المغربي والأهازيج الأمازيغية الشعبية. قلت في نفسي: سبحان الله، جينا لمساعدتهم فإذا بهم يساعدوننا بمنحنى الأمل بأن أمتنا بألف خير. الإنسانية بخير، لأن في ناس في قلبها خير. لما أما بنحط الحاجات اللي احنا متعلقين بيها من الأفكار الإسلامية وننظف مخنا، ها، بيبقى فيه خير. بصوا بقى الفيديو اللي جاي ده. منطقة أهالي المنطقة يعملون فزع الآن من الطعام لتوزيعها علينا. الله يجزيهم كل خير إن شاء الله. شايفين التركات اللي ماشي على طول الشارع اللي جايين يدوبهم واصلين علشان يبتدوا المساعدات. بالقليل اللي عندهم شوية رز ولا شوية كسكس ولا بطاطس ولا خضار، وأحلى أكل يتقدم وأحلى محبة، والناس هتبقى فرحانة وبتشتغل بأمل، ويبقى فيه أمل بقى في الإنسانية. هي دي محبة الله بقى اللي ممكن تبان في وسط الناس. لكن لو مسكنا اللي بيقولوا بقى ما قال الله وقال الرسول، هيبقى بقى فيه ما تطلعوش ستاتكم وتحاسبوا لحسن يكون فيهم مسيحي ولا يهودي ولا كافر، ولا يطلع الراجل اللي يقولك بتاع التطبيع، وهكذا. نكمل صلاة من أجل شعب المغرب، ونشجعكم أنه يعني أنتوا كمان تكملوا صلاة، وكل واحد في إيده حاجة يعملها. أدي يعني التعليق على الأخبار اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات. عندي خبرين ثلاثة كمان عايزة أتكلم فيهم قبل وندخل في الموضوع. الحقيقة الفيديو اللي هتشوفوه بعد شوية ده، أنا بقالي أسبوعين تقريبا بحاول أن أنا أدخله في خبر الأسبوع، لكن بسبب الكارثة اللي فاتت معرفتش أدخله. دائما عندنا أخبار متصلة بالمرأة المسلمة بتكون مفجعة ومؤلمة. والنهاردة عندنا يعني صور بنشوفها ما كناش هنقدر نشوفها أبدا لو ما كانتش الفيديوهات والسوشيال ميديا والحاجات اللي بتكشف جرم الإسلام، وكيف سبب الإسلام أنه يحول الأب إلى جاني، والأمهات والعائلة إلى مجرمين في حق بناتهم المستضعفات، لأنهم فقط تابعين للمنظومة الإسلامية. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده. البنت دي بتجبر على إنها تمضي على عقد الجواز. لاحظ بس كده، شوفوا هي أولا منهارة عياط، وطبعا تخيلوا البنت دي قد إيه عياطت وقد إيه اعترضت وقد إيه اتضربت وقد إيه اتبهدلت. شوف اللي وراها ده اللي ماسكها ده يا ابوها يا اخوها، واللي جاي يساعدها بص بيعملوا ايه، بيخنقوها. دي ام اكيد، خاله، مرات اب، انسانه، ست، بتخنق البنت وكانها فرخه. وبعدين لو سمحت ما تنسوش بس غطوا شعرها عشان تمضي. ده لا عقد قانوني ولا انسان ممكن يقبله. حتى الإسلام ما بيقولكش تعمل كده. ده يعني الإسلام بيقولكش تجبرها، لكنه أعطاك الحق
انك تاخد انسانيتها بالكامل. اكيد الراجل اللي ورا ده اكيد هو كمان عنده 2-3 قدها، فمش هيحس ببنته. الفيديو ده حتى لا ننسى، لا ننسى ما يحدث لصغيرات المسلمين اللي هم تحت الوصاية، من تركنا بلا صوت تحت رجال لا يعرفوا الإنسانية والعلاقات الطبيعية الإنسانية. عن دول البنات دول بنتكلم عن البنات دول، وندي صوت للبنات دول، لكل حد بيشوف حاجة زي كده، رجال القانون، نساء القانون، القادرين على تغيير مجتمعاتهم في أي بلد كان. دي بلد إسلامية وبيحصل عندكم زيها في كل البلاد اللي انتوا فيها الإسلامية، والأصل في التعليم الإسلامي. لازم تبصوا ده وتشوفوا إنجازات الإسلام، ده الإنجازات الإسلامية الحقيقية بقى. البنت اللي ممكن تتقتل وبعدين هتروح في بيت راجل برضو هيعمل فيها نفس ده. هو ده للأسف ان كل اللي انتوا شايفينهم في الصورة ده وفي المشهد ده، دول ناس هم مجرمين وضحايا، ضحايا الفكر الإسلامي. ده راجل شايفها سلعة وهم على قلبه، لكن الله يراكي ابنة وغالية ومحبوبة ولا يريد ليك ده. إله الإسلام اللي أعطى السلطة لهؤلاء الرجال هو السبب. خلينا نفكر، لو قام واحد مسيحي بعمل زي ده، أكبر بنته على الجواز بالشكل بأي شكل من الأشكال، لأصبح شاذ، لأنه يخرج عن الوصايا الإلهية. الوصايا الإلهية في الكتاب المقدس هي وصايا بالرعاية والمحبة، وإن الأب والأخ والزوج يكونوا محبين لأولادهم وأسرهم كما إن الله يحبنا، كما المسيح، زي المسيح، يبقوا مثل للمسيح. خلينا نصلي. يا رب احنا بنصلي بنرفع أمامك البنت دي بالتحديد، وبرفع أمامك كل بنت يا رب تحت ضغط بالشكل ده، برفع أمامك قلوب العائلات اللي حجرها الإسلام، إنه أنت يا رب تأتي في الوسط و تغير وتفتح عيون وتحنن قلوب وتفتح أبواب لهؤلاء. اعطي يا رب صوت للبنات دول في داخل بيوتهم، في داخل عائلاتهم، في داخل بلادهم، في داخل حكوماتهم، في اسم يسوع وصلي. أمين. خلينا ننتقل لخبر آخر، وهو من جامعة الكويت. في دلوقتي جدل بعد قرار جامعة الكويت الأيام اللي فاتت دي بإلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية. فأنتوا شايفين إنه دي صورة من جامعة الكويت فعلا، و أنتوا شايفين الست البنات هم محجبات وغير محجبات، و الجامعة عموما فيها كليات مختلفة ودراسات مختلفة. واللي حاصل بقى دلوقتي انه الجامعة عايزة تقرر انها تفصل بينهم بالكامل، يعني ما ينفعش يقعدوا في فصل واحد. اوكي، اكتشفنا بقى انه دلوقتي بيحصل اعتصام في الجامعة وكلية الطب بالتحديد علشان يقولوا لا احنا معترضين على ده، وانه لازم الامور تتساب زي ما هي، لانه ما ينفعش تفصل بين الراجل والست اللي بيتعلموا نفس المادة وهيبقوا بيشتغلوا مع بعض. هتسمعوا دلوقتي اللي بيتقال، لكن اكتشفنا حاجات بقى، انه القانون ده مش حاجة جديدة، هو قانون قديم من حوالي 27 سنة ما اتعمل اتكتب لكن لم ينفذ. فدلوقتي الحكومة الكويتية جاية بتقول ايه، لا احنا لازم ننفذ ده بقى.
فيتعمل لهم فصول مختلفه، حتى ولو انه الناس في الجامعات لو شفتوا مثلا صوره البرلمان الكويتي هتلاقوا ان الرجاله قاعدين في النص والستات قاعدين كده في البلكونات على جنب، يعني ما بيقعدوش جنب بعض، ما ينفعش يقعدوا في نفس الصف لحسن يعني يلمس الورقه بتاعتها ولا حاجه. I have no idea. الجنان اللي لا يليق بالعصر اللي احنا فيه ده دلوقتي، ولا للمفهوم الإنساني لاحترام إنسانية المرأة والراجل. يعني اتكلمنا كتير عن المعاني المستخبية هنا في مقال. المقال ده بيقول ايه بقى؟ انه الحكومة بتقول لأ ان احنا لازم ننفذ القانون ده، لانه لازم نفصل بين الرجالة ومنع الاختلاط بين الستات والرجالة، تنفيذا لقول الله انه لما يبلغوا نفصل بينهم في المضاجع. هو حد قال لكم ان الجامعة فيها سراير؟ دول قاعدين على كراسي بيتعلموا، واحدة راح تبقى دكتورة وواحد راح يبقى دكتور مثلا، يعني مهندس، سمكري، اي حاجة، تنفيذا للفصل بينهم في المضاجع. شوفوا الاسباب، شوفوا اما الرجعية تبقى طالعة كده من قلب وعمق هذا الفكر. شوفوا الفيديو اللي جاي. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد، ما يصير ما يصير يا جماعة واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر، واحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر، لأنه صار لهم من المدرسة للجامعة لحد ما يتوظف تو يعرف يتعامل أو يبي يتعامل. لكن تقييمك للعدد اليوم يعني واضح انه ليس كبيرا كما كان متوقع. انا اشوف بالعكس واختلف وياك، العدد جدا كبير اليوم، عدد مهول. شوف الطلبة اللي حاجتين اصلا قوائم ما جات وقالت تبي تعتصم، واليوم قاعد نشوفها تعتصم وياك. قانون منع الاختلاط عندكم في كلية الطب؟ هذا اخر شيء ممكن اي احد يسويه، انا قلتها بكذا لقاء. نفس اللي طالب بمنع الاختلاط، نفس اللي طالب بفصل الطلبة، وهو نفسه لما تمرض واحدة من عائلته، امه، مرته، اخته، يروح ويدور دكتورة. فاصلا شلون سموها؟ اصلا شلون بيمنع الاختلاط داخل كلية الطب؟ ما يقدر. الشباب كلامهم منطقي. يعني ازاي؟ انتوا ازاي بتطلعوا ناس وعايزينهم يبقوا للراجل يشوف ست ولا ست تشوف راجل ولا بنت تشوف ولد طول عمرها، وبعدين ترجع بقى تروح داخله هتشتغل في مكان عمل تمنعهم كمان في الاشغال، تروح داخله كده على شغل فيه رجاله هتترعب ولا تعرف تعاملهم ولا يعرفوا يعاملوها، وتكتر الجرائم وتكتر التفكير في العلاقات الغير إنسانية المشروع الغير مشروعة، لأنه أنت علمتهم أنه ده عيب حرام لو بصت لها لو عملت لها، فبيشتيها أكتر، وهو كل واحد منهم عارف اللي جواه يعني. ومعظمهم زي الشباب دول مش موافقين على اللي أنتوا بتعملوه. فيعني الإسلام في مكان، والتطور والإنسانية والفهم الإنساني للعلاقات الإنسانية المهمة اللي تطلع الناس أسوياء. لما البنت والولد بيبقوا قاعدين على نفس الكرسي في المدرسة وفي الجامعة ويطلعوا يعرفوا يتعاملوا مع بعضهم، يعرفوا يعملوا الصح والغلط إزاي، الصح إيه والغلط إيه، يتربوا تربية أخلاقية زي ما كلنا تربينا، اتقال لنا ايه الصح وايه الغلط. انا كنت في مدرسه مختلطه من صغري لحد ما دخلت الجامعه، وانا في مدرسه مختلطه ما كانش كان في صداقات بين الـ 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 الشباب والبنات في اطار الجامعه او في اطار العيله او في اطار المدرسه. في ايه؟ الناس اللي بره دول كلهم في عينيكوا انتوا شواذ، لكن ده مش طبيعي الشاذ اللي انتوا بتعملوه. يعني حتى الفصل بين الأخ والأخت، وطبعا لما نبتدي نتكلم بقى عن شهوة الأخ لأخته والأب لبنته والكلام من ده، على طول بقى الشذوذ يجي. العالم في حتة والإسلام في حتة تانية. كيف الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا في موضوع منع النقاب في المدارس المصرية. الحقيقة الظاهر ان الموضوع ده مزعل ناس كتير قوي، وعملين يعني خناقات عليه على الفيسبوك عندي، انا مش عارفة ليه. يعني هو ده
مش اختراع برنامج المرأة المسلمة، دي حقيقة وواقع عامل لكم مشاكل في العالم كله مش في مصر بس. العالم بيشوف وبيسمع وبيتكلم. العالم دلوقتي بيشوف اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبيسمع اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبيتكلم ضد بقى القوانين الغريبة اللي وضعها الإسلام ده. تخبية المرأة ووضعها كده في الخيمة اللي انتوا عايزين تعملوها دي لا يعني لا يصلح لحياة أدمية لإنسانة محترمة. دلوقتي بقى في منع، طبعا ده في فرنسا اتمنع النقاب، دلوقتي بقى في منع للعباية في مدارس فرنسا، وطبعا بقى المسلمين زعلانين وقايمين مش قاعدين وكلام من ده. يعني فرنسا ناقصة، يعني معظم مشاكل فرنسا بتيجي من المعترضين على الحجاب والمدارس والمسلمين والكلام ده كله. لكن العالم بيقول احنا مش عايزين الصور دي، انتوا في بلادهم داخلين بلبس غريب عليهم. اوكي، فخلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. دي بقى حاجة جديدة الأسبوع ده، وهي منع النقاب في سويسرا. سويسرا دلوقتي منعت لبس النقاب، وبيقول لك دولة جديدة تحظر ارتداء النقاب وكل ما يغطي الوجه. مش ده عادي؟ مش ده طبيعي؟ انكم تبقوا قاعدين في دولة القانون فيها بيقول لك ما تسوقش وانت مغطي وشك، وما تغطيش وشك في اماكن عامة، رجالة وستات، وانتوا عايزين دايما تفرضوا فكركم الاسلامي المتطرف كمان، هو يعني النقاب ده متطرف اسلاميا كمان، على العالم اللي بره، وتغيروا قوانينهم وانتوا قاعدين في بلادهم. يعني انتوا بيقول لك ايه ما قدرش على الحمار قدر على البرداء، طب روحوا غيروا القوانين في بلادكم انتوا. ده السعوديه بتقلع الستات البرائع والنقاب والعبايات دلوقتي. اوكي، ف بيقول لك بقى البرلمان السويسري أقر قانون يحظر ارتداء النقاب وكل ما يغطي الوجه في من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان الحظر ده في تصويت شعبي. أوكي، وهيبقى في غرامة 1000 فرنك سويسري، أو اللي هو يعني 1100 دولار لمن ينتهك ذلك الحظر. القانون يجب أن يحترم. ده حاجة أنا يعني ده الخبر، لكن أنا عاجبني بقى اللي هتشوفوه بعد الخبر. تعليقات الناس على الخبر هي بصراحة اللي عجباني، لأنه على نفس الخبر ده تعليقات الناس عليه بقى بتقول إيه. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. ده اللي أنا اتكلمت عليه في الحلقة اللي فاتت، إنه المسلمين دلوقتي ابتدوا يغيروا التون بتاعهم، ابتدوا يشوفوا المشاكل اللي بيعملها التعليم الإسلامي في العالم وفي عائلاتهم وفي بيوتهم. فواحد بيقول كده: أوروبا ليست المكان الأمثل للإسلام، وهي لم تجبرنا على القدوم إليها، إما أن نلتزم بقوانينها أو نعود أدراجنا إلى دولنا الأصلية. وبالمناسبة وكذا قوانين ليست ضد الإسلام، هي ضد استخدام الإسلام لغايات لها عواقب سيئة، لأن ممكن عن طريق الخمار أن يتحرك المجرمون والمجرمات بحرية دون أن يتم كشفهم. لا يجب عليهم علينا أن نأخذ الأمور بعاطفية، علينا أن نكون عاقلين. احترموا الناس اللي أنتوا عايشين في بلادهم، لكن الإسلام بيقول أنتم الأعلون. أوكي؟ واحد تاني بيقول: بلاد بلادهم والحكم ليهم، إذا لم تعجبك أحكامهم فاخرج من ديارهم، هم أحرار ولكن الحق على العرب اللي بيروحوا هناك. فكل واحد بيعبر بطريقته. وبعدين بقى النواح يجي بقى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وكلام من ده. لكن الفكرة في إنك تبص على التعليقات، إنه في ناس ابتدت تفهم الحقائق من المسلمين. أنتوا بتعملوا نفسكم المشاكل دي، مش عاجباكم البلد سيبوها، أو احترموا البلد وعيشوا كمواطنين محترمين. يعني الإنسان اللي عايز يعيش في مكان لازم يعيش في مكان يضيف إليه إيجابية، مش كده؟ لكن
الإسلام يفرض نفسه قسرا وجبرا. طيب خليني أدخل في يعني فكرتين ثلاثة عن موضوع حلقة النهاردة. تعبير محمد عن أقوال إله الإسلام وعن أفكاره عن إله الإسلام والأحاديث اللي بيتكلم فيها يقول مثلا قال الله كذا، فلما محمد يقول قال الله دي تبقى أحاديث قدسية يعني ثابتة، يعني تعتبر نص يلجأ إليه بعد القرآن، لأنه الله المفروض إله الإسلام بيتكلم في القرآن، ولما يجي محمد يقول قال الله يبقى قال الله دي طالعة بقى من بقه بما إن محمد قال كده. أوكي، ف الأحاديث دي فيها حاجات كده مستخبية تدل على شخص الناقل والمتكلم، لو كان يعني إله الإسلام هو المتكلم هنا. أوكي، ف يعني في أفكار لما كنا بنسمعها، يعني أقول لكم شعوري أنا لما كانوا يقولوا إيه ده حديث قدسي، فبقى فرحانة قوي إن أنا هسمع حاجة يمكن تكون مفهومة شوية أكتر من القرآن بالنسبة لي ده وأنا صغيرة يعني، وحاجة بقى ربنا قايلها، فبقى فرحانة قوي، واخده بقى بصورة روحانية وروحان الأمور من غير ما أفهم الحديث مغزاه إيه. وأيضا لأني قبلت أفكار الإسلام وشفت نفسي مستحقة بقى، لو كان عقاب أنا مستحقة العقاب، ومدام الله بيقول أنا كذا بقى كذا، من غير تفكير لأنه هل ده يليق بشخص الله ولا لأ، ده أثر على حياتي أنا كمسلمة وبيأثر على حياتك أنت وأنت كمسلمين اليوم. خلينا نشوف مجموعة بسيطة كده 3-4 أحاديث نتكلم فيهم شوية عن الفكرة اللي بتتنقلك لما بتسمع الحديث ده إيه، لو أنت بتسمع وتفكر ولو أنت بتسمع وتقبل من غير تفكير. شوف الفيديو ده. خرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون لما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناظم. الإخوة بيقول إحنا مش فاهمين حاجة، هو إحنا فاهمين بس قال ويقول، فعندكم حق. خليني أشرح الحديث. هو بيقول كده إنه في المفروض بقى يوم القيامة الإنسان هيقف قدام الله، ومحمد بقى الأول، خلينا نروح لمحمد بيضحك. محمد كده قاعد يضحك مع نفسه، فأنت بتضحك عليه؟ قال لهم أنا بضحك على حديث العبد مع ربه. حديث العبد مع ربه ده يعني مش هزار يوم القيامة، وهو كده بيضحك على اللي أنا أحكيه لكم ده، على واحد رايح جهنم وبيضحك على الحديث، بس بيضحك على أنه الحديث يعني أنت بتتشاطر على ربنا، طب خد بقى ونقعد نضحك عليه. مش نكتة الحديث، مش نكتة خالص. أوكي، واحد بيقول يا رب أنا يعني بستجير من الظلم، أنا يعني ممكن الحاجات اللي مكتوبة عندك دي أكون أنا مظلوم فيها، ما كل واحد بقى بيتكلم من وجهة نظره. العبد بيقول أنا ما عملتش الكلام ده وما كانش قصدي مثلا، ده ما كانش في نيتي مثلا يعني. فما احنا بنتكلم بقى بسطحية غير عادية يعني، طبعا القصة كلها قصة خرافية.
فبيقول له انا عايز شاهد. فبقى يجي بقى الاله بقى المفروض هنا يقول له طيب بقى انا هسكتك وانا هجيب هخلي اعضائك دي هي اللي تشهد عليه، فايديه ورجليه واركانه بقى يعني ايديه ورجليه وجلده، يقول لك جلده هيشهد عليه. طبعا المشهد غريب جدا، انه انت ايديك هتقول، كانت جدتي تقول كده، لو حد سرق ايديه هتقول سرقت، لو حد كذب لسانه هيقول كذب، لو حد اخطا. ما هو في سلسله من الاحاديث الغريبه اللي بتتكلم عن الفرج اللي هيتكلم ويقول مش عارف عمل قد ايه ومين عمل ايه والكلام ده، احاديث غريبه. الاله العارف الفاهم اخطاء اللي قدامه مش هيقعد يكلمه على انت كذبت كم مره وانت سرقت كم مره. الفكره انه الاله دائما الله الحقيقي بيتطلع لقلب الانسان، كنت بتفكر فيا ايه يا ابني لما اخطات الخطا ده؟ انت ليه ما عرفتش محبتي؟ انت ليه ما عرفتش صلاحي؟ انا اديتك الفرصه الفلانيه. ده اذا كان الحديث هيكون في حديث بالشكل ده يعني. لكن الانسان عندما يقف امام قداسه الله هيقعد يتلامض مع ربنا؟ ومحمد يضحك. فانتوا متخيلين انكم هيبقى عندكم فرصه انكم تتلامضوا مع ربنا وتقولوا انا عملت وما عملتش مثلا؟ كلام غير منطقي وغير معقول، ويخلي المسلم عايش في متاهه، تبقى بتفكر في جلدك هيتحرق ازاي. ان في برنامج عن الاحاديث القدسيه مع الشعراوي، ومقدم البرنامج انا مش قادره افتكر اسمه، والشعراوي بيتكلموا في الموضوع وفي موضوع الحديث ده بالذات. فالشعراوي بيقول لا، هو الجلد هيشهد عن اخطائه، لكن مش الجلد اللي هيعذب، الانسان هيعذب. يعني ايه مش الجلد اللي هيعذب؟ لا، لكن مش الجلد اللي هيعذب ده ازاي؟ طيب ازاي الانسان نفسه يعذب لكن جلده لا؟ اذا كان هو هيتحرق كله، اذا كان عندنا تفاصيل عن الشعر هيتعمل فيه ايه والصدغ هينزل امتى ويتضرب تاني وينمو مره اخرى، فانت بتعذب ايه يعني؟ هياخد على خاطره مثلا، لو النفس الانسانيه تتعذب هياخد على خاطره، ولا جلده بيتحرق وبيتعذب وبيصرخ وبيصوت؟ هذه الصوره البشعه اللي رعبتنا، اللي بتتكلموا عليها من القبر لحد بقى ايه يوم القيامه الى ما فوق بقى، اللي طالع طالع واللي داخل داخل، خرافات. لكن الفكره انه هذا الاله لما بيتكلم عن صور العقاب بيتكلم عن صور العقاب بصوره ساديه. اله الاسلام دائما مرتبط بأشكال العقاب اللي فيها صورة يعني خرافية وسادية، ولا يعتني فيها بالمعنى الحقيقي للعلاقة بين الله والإنسان. ده مش موجود خالص في الإسلام. العلاقة الحقيقية بينك وبين الله هي من المفروض إنها تكون علاقة أبوة وبنوة. لو عايز تعيش علاقة شخصية مع الله، اعرف أولا إنه خلقك علشان تكون ابن ليه وبنت ليه، وانه خلقك عشان يكون ليك طريق للحياه معاه، وهذا الطريق لا يمكن انك تبداه الا من خلال المسيح. تعرف قلب الله ليك، فالله يقول لك انا عايز قلبك بقى، اديني قلبك، شفت قلبي ليك، انا عايز قلبك. ده الحديث اللي الله بيعمله معانا كل يوم، يا بنتي صلحي طريقك لانه ده لا يليق ببنت الملك، يا ابني اعتدل في افكارك ومعاملاتك لغيرك لانك ابني وبتمثلني، بس لازم يكون في العلاقه دي. اله الاسلام لا يرى ده ولا يمثل ده خالص. الحديث ده ما بيتناقضش مع يوم القيامه اللي الناس هتقف فيه عراه ومرعوبين وخايفين والعرق للرقبه والكلام ده كله، واحد بعرقان لرقبته هيقدر يتلامض مع ربنا؟ كلام
كلام لا يليق بالله ولا يليق بعقولكم انتوا. لا حقيقي لا يليق بعقلك وفكرك ان حد يتكلم الكلام ده وانت تصدقه. الاعضاء تشهد في الاخره. المفسرين نفسهم احتاروا لان القصه سخيفه ولا تتفق مع صوره الله الحقيقي. اوكي خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. واحد بيقول لك الحديث ده لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. ده سورة الله اللي أولا لازم يوريك أنه عنده عقوبات، ولو تعرف العقوبات دي إيه يعني مش هيكون عندك أمل في أنك تنجو، لأن تفاصيل العقوبات ما احنا متكلمين بقى فيها طول القرآن، وعندنا أحاديث كتير وعندنا خرافات كتير بتتكلم عن إيه لو 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 بصيت كده ولو اخترت ده ولو عملت ده، وهتشوفوا بعضها دلوقتي. والكلام عن هذا الإله نفسه اللي بيقول لك أنا لو عايز يعني أهلك قرية فيخلي بقى الناس يفسدوا فيها ويهلك القرية كلها ويعمل غيرهم عادي. هذا هو فكر هذا الإله، لازم يخوف الناس الأول. شوفوا الحديث اللي بعد كده يعني مرتبط شوية بفكرة الترغيب والترهيب في الإسلام، واللا منطقية في فكر هذا الإله، وإنه لا يمكن أنك تعتمد عليه. شوف الفيديو اللي بعد كده. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت علي على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. من يعني أكتر مشاكل الحديث ده إنه عندك هنا القصة بتقول إيه؟ اتنين رجالة من بني إسرائيل مؤمنين، مش كده؟ انت بتاخد المثل ده، هو بيحكي القصة فيها متكررة في أحاديث تانية، مش لازم يكونوا من بني إسرائيل، بيتكلم على اتنين رجالة، لكن القصة دي الحديث الأشهر انه اتنين من بني إسرائيل، واحد مجتهد وواحد مذنب، والمجتهد بيفضل يفكر المذنب ويقول له أقصر عن الخطية، أقصر عن الخطأ، أقصر عن الخطأ. فجي في يوم ووجدوا في خطية، فقال له يعني أقصر عن هذه الخطية، فقال له لا أنت مالك، أنت هتتدخل بيني وبين ربنا؟ فقال له طب يعني ربنا مش هيغفر لك بقى لما تعمل كده. أوكي؟ فلما يقول له كده ده لا يعني أنه بيقول، خليني أكمل الفكرة، هو في الحديث بيقول لك لأنه قال كده ماتوا الاثنين، والاثنين وقفوا قدام ربنا، فواحد قال، فربنا بيقول له وانت ليه بتقول له كده يعني، وانت عارف أنا قلبي إيه، أنت عايزه ييأس من رحمتي ليه؟ أوكي؟ فراح مدخل المخطئ النار الجنة، ومدخل الراجل المجتهد اللي قاعد طول عمره يفكر الناس بأنهم يعملوا الصح النار. أتأمن هذا الإله؟ ده مش غريب على إله الإسلام. محمد وأبو بكر الاثنين لم يأمنوا الله ولا كانوا عارفين هم فين. أبو بكر أنا لا أأمن مكر ربي. الإله اللي بيقول إنه خلق آدم وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، هو عارف مين اللي هيدخله في الجنة، واللي دخلت الزانية اللي دخلت الجنة في قطة مثلا،
والراجل ده اللي بيقول للراجل يا ابني التزم بما قال الله. طب امال فين انتوا مش اوصياء بعضكم على بعض ازاي لما انت بتقول بقى من راى منكم منكرا فليقومه؟ وان يعني ولسانه كان اضعف الايمان، فالراجل اللي عمل اضعف الايمان هذا الاله دخله النار. في عقلك انت وفي قلبك انت ك يعني مسلمه بتسمعيني النهارده، كيف تامني اذا كان الانسان يعلم انه الانسان خطاء كل يوم؟ اين المصير؟ هتروحوا فين؟ من اله على مزاجه، هو على مزاجه. الله يهدي من يشاء فقط، مش لازم تبقى هدايا. يعني انت الراجل ده عاش طول عمره بيعمل خطايا وبرضه راح الجنه، بس يعني لازم يبقى فيه تعادل، ياخد واحد هنا واحد هنا. هل تأمن هذا الاله؟ هل دي شخصيه اله بيقول انه انا اعتني بيك، انا اعطيك كل فرصه للحياه، انا اعطيك كل فرصه لاختيار الصح. لو انت عايز تحاسبني على 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 اخطائي وعلى حسناتي، فعلى الاقل ينظر الى اجتهاد هذا الشخص. بس ده يوريكوا حاجتين: عدم الامان مع هذا الاله، وايضا المعنى الحقيقي لانه مش بالعمل فقط تقدر تستقيم حياتك مع الله، بس مش اله الاسلام، مش العمل بس اللي هيوقفك قدام ربنا الحقيقي، ولكن دم يسوع المسيح اللي شال عنك الخطيه وغير طبيعتك. لما تقبله يغير طبيعتك الى طبيعه مقدسه يوم بعد يوم. روحه اللي فيك يغيرك، يساعدك على التغيير. ولكن للاسف اهلنا المسلمين ما عندهمش حد روح الله يعمل فيهم من الداخل. لكن عايز اقول لك لكل مسلم ومسلمه بيسمعوني النهارده ان روح الله بيدعوك، بيدعوك من خلال كلمه زي دي انك ترى معنى المحبه الحقيقي عند الله، او تعرفه بصوره قريبه، بيفتح قدامك باب. خلينا نشوف اللي بعد كده. الحديث ده بيتكلم عن، بيقول كده: يعجب ربك من راعي غنم عن على رأس شظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انصروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بالرعب، بالرعب. لان وقت البرنامج قرب على الانتهاء، انا عايزه اقول لكم ان انا قلبي مكسور جدا. احنا كنا بنسمع الكلام ده وكنا بنقبله على انه الخوف من الله هو الطريق للحياه مع الله. لا، في فرق بين مخافه الله والرعب من الله. والله لا يقودك في علاقه معاه بسلاسل، لكن اله الاسلام نعم هو يقود الإنسان بسلاسل، سلاسل شيطانية، سلاسل الخطية، سلاسل ادعاء الألوهية اللي تخليك مرعوب من هذا الإله، فما تعرفش تفكر، فما تعرفش يبقى عندك روح تميز اللي بيكلم ده مين. من يقودك بالرعب والأغلال والخوف وعدم الأمان، ده لا يمكن يصدر من شخص الله القدوس، ولكنه يصدر من فكر شيطاني بالكامل. اوعى تصدق ان ده قلب الله ليك. وبعدين بقى ايه، لا الاسلام بيتعجب، بيتفاجئ: واو شوفوا ايه المفاجاه الحلوه دي، واحد مرعوب مني واقف بيصلي فوق الجبل، طب هغفر له بقى. اتسليت يعني، مش اتسليت يعني عييت، لا يعني اتسلى، يعني ضحكوا، يعني تحس انه في واحد قاعد بيتسلى بالناس.
مش ده هدف الله في المعاملة مع أولاده أبدا. في رسالة يوحنا الأولى كده بيقول الكتاب: من لا يعرف المحبة لا يعرف الله، لأن الله محبة. الله هو مصدر المحبة، هو كله محبة. ده لا يعني أنه لا يرى الخطية ولا يحيدك عن الخطية ولا يؤدبك في الخطية، لا، لكن الله محبة، يتعامل معك كأب، يقبلك ويشبعك محبة، يوري لك أن شخصه محبته لا يمكن تسمح أنه يعمل لك فخ فتقع فيه، لا، محبته تمهد الطريق أمامك. الكتاب المقدس بيقول كده، أنه بيقول لنا إحنا أولاده، يقول أنا الطريق أمامك أمهد، أرتب أمامك مائدة أمام أعدائك مثلا، يرتب لك الطريق اللي تقف فيه على رجليك وتعود إلى محبته، ينبهك لما يكون في خطية عند الباب، خطية رابضة، انتبه استقيم. أيضا إله الكتاب المقدس لا يتغير. عبرانيين بيقول كده في عبرانيين 13، يقول الرب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، لا يتغير، لا يتكبر، لا يبتعد عن أبنائه، لا يتوقف عن محاولة فتح الباب أمامك وإبداء محبته ودعوته ليك. الله النهاردة بيدعوك وبيدعوك، عايزك تشوفي محبته الحقيقية. في المزامير يقول كده إنه غضبه للحظة لكن لينا حياة في رضاه. عندما يغضب الله من أحد أبنائه أو من موقف أو من الخطية، الله يغضب من الخطية، غضبه للحظة لأنه أب حنين، مش عايزك تعيش في غضبه لكن عايزك تعيش حياة كاملة في رضاه. يقول في المساء إحنا نبيت بالبكاء، ولكن في الصباح يجي الترنم، لأن الله دايما يأتي بالفرح والفرج، وإن الله لا يتباطأ عن وعده، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع، يقبل الجميع إلى التوبة. الله لا يريد هلاكك، مش هيقول لك أنت بقى روح كده شوية في النار وروح، لا، الرب يسوع هو الراعي الصالح اللي يأمن 99 ويخرج يدور على الواحد اللي هو أنت وأنتي. الله اليوم بيدعوك ويدعوكي لمعرفته ومحبته وقلبه ليك وإلى التوبة، لأنه المسيح هو الطريق والحق والحياة، ما فيش غيره، ولا يأتي أحد إلا الأب إلا به هو وحده. هل تعتقد أن الرب يسوع المسيح اللي فداك من الممكن أنك تقف على بابه واثق فيه وقابل نعمته ويرفضك؟ لا، مش ممكن. النهاردة أنا بقولك الرب عايزك تكون ابنه، عايزك تكوني بنته، لأنه مات من أجلك وبيحبك وبيحبك. أمين. وإلى اللقاء، ألتقي بكم في حلقات قادمة.